بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم شباب. شرحنا الفيديو السابق موضوع تصليب السيرفر المحلي، وقلنا هشتغل على الإكزامب عشان هو كروس بلاتفورم. كده فضل معايا إيه؟ إن احنا نعمل تصليب للمحرر الأكواد اللي هشتغل عليه. ممكن تشتغل على بي اتش بي ستورم، تشتغل على سبلاين، تشتغل على أي محرر أنت تحب تشتغل بيه. أنا بفضل أشتغل على الفيجوال ستوديو كود. لقى عندك اسفل الفيديو في الوصف اللينك بتاع الموقع، ندخل عليه كده اهو عشان نعمل تحميل للبرنامج. نختار الويندوز اللي عندي سواء ماك او ويندوز. هنا نختار 64، تمام 64 بت. طيب احنا كده اهو هيدخلني على صفحة الداونلود. ابدا ايه يحمل معايا ايه البرنامج. كده تم التحميل، شغل، اعمله رن. اكسبت، اعمل نيكست. المسار بتاعي في السي، تمام. اعمل نيكست، اعمل كرييت ايقونه لي، نيكست، انستول. ابدا ايه ينزل معاك البرنامج. محرر كويس جدا جدا وسهل وبسيط، لكن الافضل منه هو البي شي بي ستورم. لو معاك نسخه منه مفعله يبقى كويس جدا برضه. كده ايه تم، اعمل فينش. هيبدا ايه يشتغل معاك بالشكل ده. طيب لو ما اشتغلش معاك يا شباب، هنلاقيه عندك على سطح المكتب كايقونه ليه يعني، او هنا كده عندك في تكتب فيجوال ستوديو كود وتشغله. طيب هنا كده ايه تيجي معايا على ايه الاكستنشن عندك كده في المنيو على الشمال، اكستنشن. هنا لقي عندك اسفل الفيديو مجموعة من الاكستنشن دي مفيدة جدا جدا معاك في الشغل. بتعمل ليك تنظيم، اولهم البوت ستراب. ناخد كده كوبي، وهنا كده عندك في البحث تعمل بيست، هيظهر لك اهو اول حاجة عندك. اعمل انستول، تمام. كده ايه تم التصليب. وبعد كده عندك اللارافيل ارتيسان، اهو تعمل لها انستول. ثم عندك لارافيل بليد سنيبت، انستول. ثم لارافيل اكسترا، انستول. وبعد كده عندي ايه لارافيل سنيبت. طبعا ده عندي لا ستول، ثم لارافيل بليد سبيسر، وي بي اتش بي تليفونز انستول. كده ايه عندنا مجموعه من البلجنز عاملها انستول. وهنا عندك ايه ريكومندد نعمل ايه بي اتش بي ديباج انستول. كده ايه عملنا تصليب اللي هو مين محرر الاكواد. ده سهل جدا جدا وبسيط. ان شاء الله تعالى باذن الله في الدوره هنشرحه كده بالتفصيل، نشرح كل قاعده موجوده فيه كده اهو وازاي اشتغل عليها. فكونوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.